في نهار الجمعة، حيث موعد التظاهرة كانت الأجواء هادئة وتعاطي الجهاز الأمني مع المتظاهرين غير تماما ما حصل في 1 من تشرين، لكن الوضع استمر بهذه الصورة الجميلة حتى 6 مساء، لتتصاعد وتيرة الأحداث بعد ذلك في الديوانية وتشتعل النيران في بناية المجلس وبعض أجزاء من المحافظة ومقرات الأحزاب ومنزل رئيس المجلس وأحد أعضاء الحكومة المحلية. تابعنا صباح اليوم الثاني حقيقة الوضع داخل بناية الحكومة المحلية بشقيها لتكون الصورة أدق وصفا ومعنى مني. يعني سحب طرف أعضاء مجلس محافظة. إيه. هذا ما تبقى منه. إيه. طبقكم شرط بالضبط. لازم يحرق. شحري. لازم يحرق مجلس محافظة. ليش يحرق؟ مصر لازم يحرق مجلس محافظة. لقيناهم باب الأول، لقيناهم باب الثاني. أيه. لازم يحرق. قال إذا صرتوا قدامنا لازم إحنا لو نقتلكم لو نحرق. شنو الغاية؟ الغاية إنه نحرق، لازم نحرق. بس هذا الكلام. ما قاومتوا بسلاح؟ أبد، لا سلاح ولا عصة ولا مسدس ولا أي رمي ولا ممنوع. يعني بس المنتسبين حاولتوا تخلصوا؟ أبد، بس بدينا. الحركة التجارية نوعا ما مستمرة، وحركة العجلات أيضا على الرغم من وجود حظر للتجوال مع قطوعات أمنية تحسبا لأي طارئ محتمل. هذا أهم ما رصدناه من توثيق للوضع في الديوانية، والساعات المقبلة لا يمكن التكهن أو الاحتمال لما سيدور بها بحسب المراقبين. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.